دائما بساحات المعارك وساحات الشرف بيكون للرصاصة وقعة بإجلاء الظلم، ولكن اليوم وقت عم يتعلق الأمر بقضية وجود على أكثر على مدى أكثر من 75 سنة من المقاومة لإثبات الحق، اليوم عم تصير الكلمة بوقع الرصاصة، وعم يكون تأثيرها يمكن كمان أوقات أقوى من الرصاصة على الأعداء. هذا الشيء كلياته بأقلام الأدباء وأيضا بالتأثير بعقول قرائهم. أكيد عفاف، مثل ما بنعرف القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى المحورية، جرح ينزف من أكثر من 75 عام في قلوبنا وعقولنا، وأيضا حبر على ورق لكثير من الأدباء والكتاب وأيضا المعروفين بأدباء الفن المقاومة. اليوم ما هو تأثير الأدب فيما يحدث الآن؟ كيف يستطيع أن ينقل ما يحدث ويوعي أكثر ويشرح عن هذه القضية الفلسطينية؟ تفاصيل كثير رح نسأل عنها طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد الحوراني، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله وأوقاتكم وأوقات المشاهدين الأعزاء. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباح. يعني اليوم ما نحن عم نحكي من عقود، نحن في جرح منزف جواتنا، وللقضية الفلسطينية إلى وقع خاص بقلوب كل حدا سوري اليوم، ولكن الأدباء ما قصروا هون، كانوا بكلمتهم كلامهم أقوى من رصاص أوقات تجي على العدو وتبين الحقيقة بكثير من الأخبار وكثير من الأحداث. اليوم كيف ممكن للأدب أنه يكون فاعل ومؤثر كمان وبأقل مبدعيه؟ نعم، بداية لابد من توجيه الشكر لكم على هذه الحلقة وعلى هذا العنوان تحديدا، وأيضا لابد من الترحم على أرواح الشهداء سواء في سوريا أو في فلسطين، أو شهداء الواجب الإنساني والواجب المقاوم. عندما نتحدث عن الحرب أو عندما نتحدث عن الحروب بالعموم، لابد أن يكون هناك أكثر من مقاتل في ساحة المعركة. هذا المقاتل يمكن أن يكون موجودا في نفس اللحظة التي تعلن فيها المعركة أو التي تبدأ فيها المعركة، ويمكن أن يكون موجودا ما قبل المعركة وهو الذي يجب أن يكون وهو الحاصل. لماذا يجب أن يكون كاتبا؟ لماذا يجب أن يكون حاضرا هذا المقاتل؟ وعندما أقول حاضرا قبل المعركة فإن هذا يعني الكاتب والأديب في كل الأجناس الأدبية المختلفة، سواء أكانت بحوث أو دراسات أو قصة أو شعر أو مسرح أو رواية أو أي جنس أدبي، حتى الترجمة لها حضورها في هذا المشهد. لماذا؟ لأننا نحن عندما نتحدث عن معركة، حدثت هذه المعركة وانتهت، وانتهى كل ما يتعلق بهذه المعركة، إذن ضاعت دماء الشهداء وذهبت سدى. ولكن عندما يكون هناك فعل ثقافي، عندما يكون هناك فعل إبداعي، هذا الفعل الإبداعي من شأنه أن يؤجج وأن يحضر لهذه المعركة، ومن شأنه أيضا أن يجعل الأسباب حاضرة ومقنعة عند المتلقي. بمعنى أنا عندما أقول للطفل، عندما أقول لهذا الشاب بأنه يجب علينا أن نستعيد حقوقنا المغتصبة، ما هي الأسباب التي دفعت لاغتصاب هذه الحقوق؟ أين هي هذه الحقوق التي اغتصبت؟ ما هي مساحة هذه الأرض؟ ما هي المجازر التي ارتكبها العدو أثناء هذه المعركة؟ هذا ليس من مهمة المقاتل في أرض المعركة الذي يحمل الرشاش أو الذي يطلق الصاروخ أو ما شابه ذلك، وإنما من مهمة أشقائه في المعركة، ولكن من مهمة أشقائه المقاتلين الأدباء. هنا يأتي دور الأدب وتحديدا الأدب الملتزم، ونحن نعلم بأنه هناك الكثير من الأدباء في وطننا سواء في سوريا أو في الوطن أو حتى في العالم، من الأدباء الذين ذهبوا بهذا الاتجاه والذين كانوا يؤرخون من خلال إبداعاتهم، من خلال كتاباتهم، من خلال نصوصهم للحروب، أو الذين كانوا يشجعون أبناء أمتهم على استعادة ما سلب من حقوقهم. صحيح. يعني مثلا هنا أنا عندما أتحدث
عن شاعر بحجم نزار قباني الذي يذهب الكثيرون إلى أنه شاعر المرأة، ولكن نزار قباني شاعر مقاوم بشكل أساسي. عندما حدثت نكسة 67 أو حرب 67، نزار قباني لم يعد عنده القدرة والإمكانية للكتابة حسب قوله، بل إنه وجد أن الدنيا امتلأت ظلاما، حتى أتى عام 73 حرب تشرين، هنا بدأ يكتب بطريقة مختلفة. ولكن أيضا نزار قباني هو الذي كان يؤسس لهذا الفعل المنتمي ولهذا الفعل المقاوم، وهو الذي كان يفخر دائما عندما تحدث أي معركة من شأنها أن تعيد للأمة ما سلب من حقوقها وما هدر من مالها وما سلب أو ما تم الاعتداء عليه من كرامتها. لذلك نجد أن قصائد نزار قباني ما بعد حرب تشرين تختلف تماما عما قبلها، وهناك أيضا تحفيز. وعندما نقرأ بعض قصائده التي تتحدث تحديدا عن فلسطين وكيف يفخر هو وغيره من الأدباء بأنه أصبح عندهم بندقية وبأنهم سيذهبون للقتال، وأيضا عبد الرحيم محمود الذي قال سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، هذا النوع من الأدب وهؤلاء الأدباء هم الذين يجب التركيز عليهم. وهؤلاء الأدباء بالمناسبة هم حاضرون اليوم فيما بيننا، يعني اليوم عندما نتحدث عن معركة كتلك التي تحدث في فلسطين، وهي معركة غير مسبوقة على الإطلاق، لا في همجيتها من قبل المحتل الصهيوني ولا في البطولة التي أبداها الشباب الفلسطيني المقاوم في 7 من تشرين الأول، يعني هي كانت غير متوقعة حتى بالنسبة للعدو الصهيوني، لا بل إنه حتى الصحافة حتى مراكز الدراسات والأبحاث الصهيونية قالت بأنه لم يكن هناك حتى توقع بأن يحدث مثل هذا. وهذه الحرب أنستهم حتى حرب تشرين. نعم ربما كانت حرب تشرين فيها كثير من الإيجابيات، كان فيها نوع من التضامن العربي، كان فيها شيء من هذا، ولكن هذه المعركة نسفت كل ما كان موجودا عند الصهاينة وما كان موجودا أيضا بمخيلتنا نحن الذين اعتقدنا لفترة طويلة بأن هذا الكيان لا يمكن لنا أن نهزمه ولا يمكن لنا أن ننتصر عليه ولا يمكن أن يزول. نعم هذا الرأي كان موجودا عند البعض بسبب تغول هذا الكيان وبسبب ممارساته وبسبب علاقاته، ولكن ما إن حدثت الواقعة حتى أدركنا جميعا أنه يمكننا أن ننتصر على هذا الكيان عندما نمتلك الإرادة. إذن الآن كيف يمكننا نحن أن نجسد وأن نكرس هذا الفعل البهي من خلال أدبنا ومن خلال ثقافتنا؟ هذه مهمة الكتاب والأدباء، وأنا أعتقد أن الأدباء والكتاب بمختلف الحقول الأدبية بدأوا بتدوين هذا من خلال كتاباتهم، وهو موجود. المتابع للإعلام، المتابع للصحافة المهتمة، الصحافة الأدبية، يجد أن هناك الكثير سواء كان من القصائد أو من القصص أو ما شابه ذلك. الآن لم تنضج بعد رواية متكاملة حول هذا الحدث، ولكن أعتقد أن هناك من يشتغل على هذا. أيضا هناك موضوع مهم للغاية يجب الاشتغال عليه، وهو التركيز على الأطفال الفلسطينيين، هذا جانب آخر يمكن أن يتحدث فيه المرء. أكيد دكتور محمد، خلينا بس نذكر كمان أنه نحن بزمن مختلف قليلا عن زمن طبعا الشاعر الكبير نزار قباني وغيره من الشعراء. اليوم نحن في زمن الصورة، بطل الصورة إلى تأثير كبير جدا، ممكن مادة 25 ثانية من دون أي كلمة تعبر بشكل واضح وصريح عن رسالة وتنحفر بالذاكرة، وممكن تعمل نفس رسالة قصيدة كاملة. صحيح. تحدي كتير كبير اليوم، هل ممكن للأدب أن يجاري هذا الزمن، زمن الصورة، زمن السوشيال ميديا، وأن يحافظ على مكانته بأنه هو البوابة الأولى لتاريخ كل أحداثنا وكل ما نعيش به؟ هذا جانب مهم للغاية، وجانب الصورة هو الجانب الأهم في أي حرب، ولا سيما في حرب من هذا القبيل مع الكيان الصهيوني.
وإلا لو لم تكن الصورة قوية ولم تكن حاضرة لما شاهدنا أن العدو الصهيوني يستهدف الإعلاميين ويقتل الإعلاميين في ساحات المعركة. إذن هذا هو استهداف للصورة، هذا هو استهداف لنقل الرسالة كما هي، ما يحدث في المعركة. وما إغلاق أو منع قناة الميادين قبل يومين من العمل في فلسطين المحتلة إلا تأكيد على هذا، على الآن تأثير هذه كيف الصورة. على تأثير الصورة بالتأكيد، الصورة لها الأثر الأكبر بدون أدنى شك في ساحة المعركة. فأنت إما أن تكون مع هذا الفعل المقاوم وإما أن تكون ضده كسوشال ميديا، كقنوات فضائية، كما شابه ذلك. وبالتالي هذه الصورة ستذهب إلى الأديب، سيتلقفها هذا الأديب ويصيغها بطريقته، من خلال قصيدة، من خلال قصة، من خلال مسرحية، من خلال كل شيء. هذا هو التزاوج بين الأجناس الأدبية المختلفة. ولاحقا عندما يتم مثلا إنتاج مسلسل أو إنتاج عمل سينمائي أو ما شابه ذلك، سيكون معشقا بكل هذا، ستكون الصورة حاضرة فيه، ستكون القصيدة، ستكون المعلومة التي يمتلكها الباحث أو الذي يمكن أن يحللها الباحث، ستكون جميعها حاضرة في هذا. ولأهمية الصورة، فإننا نحن اليوم الآن في اتحاد الكتاب العرب نشتغل على إنتاج مادة فيلمية لا تتجاوز ربع ساعة تماما، تحكي معاناة أطفال فلسطين وما حدث لهؤلاء الأطفال الفلسطينيين خلال هذه الحرب. هناك مهمة كبيرة على الكاتب والأديب، وهي مهمة أقرب ما تكون إلى المهمة النبوية إن صح التعبير. يعني يجب أن تكون هذه المهمة مهمة مقدسة للغاية. اليوم لماذا تكون الحرب مكرسة بشكل أساسي على قتل الأطفال والنساء؟ اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 5000 طفل، عن أكثر من 2000 امرأة، عن حوالي 1500 طفل مفقود. طيب لماذا هذه الحرب على الأطفال؟ هؤلاء لا علاقة لهم. عندما نستهدف الخدج والرضع لماذا؟ هي محاولة لقتل الهوية، لقتل حتى لا يكون أحد شاهدا على هذه المجزرة أو على هذه المجازر التي تحدث. الآن هنا يأتي دور الأديب. أنا كإعلامي أنقل لك الصورة، أضعها بين يديك أنت كباحث كأديب، ولكن أنت كيف ستصيغها وكيف ستعمق هذا الفعل عند الآتين من أبناء هذه الأمة وعند الأجيال اللاحقة؟ هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن نشتغل عليه، والذي يجب أن يكون حاضرا في كل مؤسساتنا الثقافية والإعلامية والتربوية أيضا. طيب دكتور، هون الأدب عم يوثق للشعوب الحروب والأحداث بحقيقتها بدون أي تزييف، من مشاهد قاسية من أطفال خدج رضع أهالي تشردوا. هذا الشيء ما بيكون له خطورة على عقلية الشعوب اليوم؟ لا يوجد خطورة على عقلية الشعوب بقدر ما هو توعية لهؤلاء. يعني أنا عندما أضع بين يدي أطفال سوريا مثلا ما يحدث لأطفال فلسطين، إذن هذا هو المصير واحد. يعني عندما يتمكن الكيان الصهيوني من الانتصار على فلسطين ومن قتل أطفال فلسطين، من يعتقد بأن هذا الكيان المجرم سيكتفي بالقضاء على أطفال فلسطين؟ ألم نعاين نحن ونعايش في سوريا حربا كانت بشكل أساسي يقودها الكيان الصهيوني وحلفاؤه؟ إذن هي حرب للقضاء على كل من لا يقدم الطاعة والولاء المطلق للكيان الصهيوني، وهي حرب أيضا على كل من يطالب بحقوقه. نحن اليوم عندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني لا نتحدث عن أشخاص أو عن شباب مقاوم ذهبوا من أجل أن يأخذوا أرضا ليست لهم. من قال هكذا؟ هم عندما دخلوا إلى تلك الأماكن فإن هذه الأماكن هي أرضهم، وهذه الحقوق هي حقوقهم التي انتزعها العدو الصهيوني منهم بتآمر غربي وتآمر دولي وحتى ببعض التآمر العربي من قبل الإخوة ومن قبل الأشقاء. إذن هم
من حقهم كما من حق السوري أن يدافع عن أرضه وأن يطرد كل غاز وكل طامع بها، أيضا من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن أرضه. هذا على الإطلاق لا يمكن أن يشوه الصورة، وإنما يمكن أن يجعل الواقع أكثر بهاء مما هو عليه الآن. نحن عندما نقدم لأطفالنا الصورة الحقيقية لأطفال فلسطين، عندما نقدم الصورة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية بهذه الطريقة، فإن هذا أيضا يجب أن يعطينا حافزا بأن ندافع عن أرضنا، بأن ندافع عن مقدساتنا، بأن ندافع عن أهلنا بكل ما أوتينا من قوة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بعزة وبكرامة إلا بأرضه وعلى أرضه. يمكن هاي الخطورة وهي المشاهد وهي الحقائق نفسها وحملا روحي على كفه، هي نفسها ممكن تشكل خطورة على العدو. هو هذا الذي يجب أن يحدث. هي عندما أنا أتحدث عن قصة مقاومة أو عن قصيدة مقاومة، وعندما أحفز الفعل المقاوم عند الشباب وعند الناشئة، فما هو الهدف منه؟ هل الهدف منه يجب أن يكون الخنوع والابتعاد عن ساحة المعركة وعن المطالبة بالحقوق، وأن يكون هذا الشاب أو هذه الأجيال أن تكون منبتة عن ماضيها، منقطعة عن ماضيها؟ لا، على الإطلاق، بالعكس، يجب أن تكون هذه الأجناس الأدبية جميعا محفزة لشبابنا على خوض المعارك. طبعا عندما أنا أتحدث عن معركة، يعني أنا لا أتحدث عن شباب سيذهبون إلى الملاهي والمقاهي كما يقال، بل من قال بأن ذلك الشخص الذي يذهب إلى ساحة المعركة يعتقد ولو 1% بأنه سيعود إلى أهله؟ معظم هؤلاء الشباب، كما هو الواقع عندنا نحن في سوريا، عندما كان يذهب الشاب، عندما كان يذهب الجندي المقاتل السوري إلى ساحة المعركة، في معظم الأوقات كان يودع أهله. وهذه هي الحال التي يجب علينا نحن أن نعيشها، لأن هناك قضية أسمى من الحياة التي نعيشها. نحن عندما نقدم حياتنا ليست رخيصة وإنما غالية من أجل وطننا، فإنما نقدمها من أجل أن ينعم بقية أبناء الوطن بالعزة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها. لذلك فإننا نحن عندما نحفز هؤلاء الشباب من خلال القصائد، من خلال القصص، من خلال الأعمال المسرحية، الأعمال السينمائية التي يجب أن يتم الاشتغال عليها لأنها مهمة للغاية في هذا الموضوع، فإننا نكون قد قمنا ببعض الواجب تجاه أولئك الذين قدموا أرواحهم من أجلنا ومن أجل أن نحيا بعز وبكرامة. أكيد. دكتور محمد، كمان اليوم ما فينا ننسى بأنه كل ما يشهد أهلنا في فلسطين من وحشية الاحتلال هو ليس شيء بعيد عنه وليس شيء جديد، نحن قرأنا وسمعنا عنه الكثير من هذه الوحشية على مر العصور. اليوم يعني من 75 عام إلى اليوم لم يتوقف هذه الصورة الوحشية. الوصف، حقيقة الوصف كما قلت يجب أن ننقل الحقيقة. اليوم هناك ربما وسائل إعلام موجودة، ولكن لكل وسيلة إعلام وجهة نظر وجهة تقف وتحاول أن تظهر الحقيقة من وجهة نظرها، بينما يبقى الأدب قادر على أن يحافظ على ثباتية الوقائع بشكل أكبر. لأي درجة اليوم محملون نحن بهذه المسؤولية تجاه الأجيال القادمة؟ نعم، كما تفضلتي، هذه يعني ما يحدث اليوم لأهلنا في فلسطين أو ما حدث في سوريا هو ليس طارئا على الإطلاق على فلسطين أو على سوريا أو على المنطقة. هذه المنطقة مستهدفة منذ زمن بعيد، يعني أنا حتى ما يروح الواحد لفترة كتير موغلة بالقدم كما يقال، نحن في عنا الحملات الفرنسية اللي كانت بقيادة نابليون بونابرت، يعني سنة 1798 أو 99، خلال هاي الفترة كيف كانت هناك محاولة لقتل الحياة وللسيطرة على بعض المدن في فلسطين، ولا سيما عكا وبعض المدن هناك، وكيف أمعن الفرنسيون في تلك المنطقة قتلا وتهجيرا وفقئا لأعين الناس وتشويها بهم. كان هناك، يعني تتحدث المصادر التاريخية عن أنه في إحدى المعارك كان هناك أكثر من 5000 شهيد من أبناء فلسطين، هناك من أبناء عكا ومن أبناء تلك المنطقة، ولكن لم ينجح المستعمر ولم ينجح نابليون وفشل على أسوار عكا. إذن هذه هي إرادة الحياة. كيف تم تدوين هذه المعارك قبل
أكثر من 200 أو 300 عام دونت بطريقة المؤرخ الحصيف، المؤرخ الذي ينقل الأحداث كما هي. نحن ليس من أخلاقنا أن نشوه حقيقة ما يجري. اليوم هناك إعلام ينقل الصورة كما هي، يعني اليوم لم يعد هناك إمكانية لتشويه الكتابة كما كان سابقا، أو كما كان يقال بأن التاريخ يكتبه المنتصرون. الآن التاريخ يكتبه أهل المعركة وأولئك الذين يتابعون عن كثب ما يحدث من خلال وسائل إعلام. يعني أنا مثلا إذا بكرة بدي إجي أكتب من خلال بحث او من خلال دراسة انه لحد اليوم، نحن اليوم 15 او 16 الشهر، صار في عنا 50,000 شهيد فلسطيني، بالتأكيد سيكون هناك سهولة كبيرة في نصف هذا الرقم. لا، نحن بنقول انه نحن كان العدد هو 11,000 شهيد، وهو عدد كبير جدا، ولا سيما اذا تحدثنا عن الاطفال وعن النساء. من هنا تأتي الامانة العلمية بنقل الحدث كما هو. ولكن وايضا عندما نتحدث عن محاولة او عن نجاح الكيان الصهيوني بالدخول الى بعض الاجزاء او الى بعض المناطق في قطاع غزة، كيف دخل؟ هل دخل دون مقاومة؟ لا على الإطلاق، هو دخل بعد حرب همجية، بعد حرب تدميرية إرهابية لم تبقي مكانا تقريبا، ولم تبقي بناء، بعد أن اتبع سياسة الأرض المحروقة. هذا ما يجب علينا أن نتحدث عنه. ومع هذا فإنه جوبها بمقاومة كبيرة. صح. على الرغم من كل التقدم في الأسلحة الموجودة معه، وعلى الرغم يعني إذا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين بيطلبوا من الإسرائيلي من الصهيوني أنه خفف شوية هالأسلحة اللي عم تستخدمها، يعني هن قديش بيعرفوا أنه هي أسلحة بتروح بحروب ما بين دول كبيرة، مو أنا رايح على منطقة صغيرة ما بتشكل مساحتها شيء بالنسبة لها المساحات العالمية، وعم ألقي عليها آلاف الأطنان من صحيح. الأسلحة. صحيح. هذه مهمة الكاتب، يجب أن يسلط الضوء على هذا كله، لأن هذا له علاقة بالإرادة، وله علاقة بإرادة الحياة وبالكرامة وبالفعل المقاوم. هذا الفعل المقاوم يعني لا يمكن لأي كان أن يتحدث عنه، ولا يمكن لأي كان أن يتبناه. شوف الفارق ما بيننا مثلا بين أصحاب بين أهلنا في فلسطين وما بين اليهود. اليهود هن الصهاينة لمم، اجوا هون ما في شيء بيربطهم بهي الارض، وبالتالي ما ان بدات الحرب حتى كله صار بده يروح، هذا بده يروح على بولندا، أكيد. وهذا على امريكا، أكيد. وهذا على فرنسا. الحديث يطول، يعني اذا اردنا ان نتحدث بالضبط. عن قضيتنا الاساسيه فلن نستطيع ان بالضبط أن بينما أنتهي. المقاومين ظلوا متشبسين بارضهم، هذا الفرق الكبير بيننا. صح وبيننا. دكتور محمد، شكرا لك، نورت صباحنا. واكيد اليوم مهمه الكاتب والاديب هي مهمه صعبه، كمان بتلعب دور كبير بمواجهه خطر، كمان تحريف الوقائع وتزوير التاريخ. كثير حقائق وكثير معلومات نحن بنشوفها من خلال كتابات الأدباء. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا لكم، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا، أسعد الله صباحكم.